نقفل كاميرات المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقفل الكاميرات يا أبطال كده. صباح الخير. نعم الله بركاته. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه في الكاميرا؟ الكاميرا كل في بتاعتك الكاميرا، ولا حد يفتح الكاميرا ولا يتكلم على الشات ولا اي شيء. ماشي. آه تمام كده. اشكركم طبعا. كل ايه في الاسف معش عايز اشوف كم كل حاجه بتبان عندي. خلي بالك كاميرا اي حاجه بتعملها بتبان عندي. طيب برحب بيك. حتى الشات، كل حاجه بشوف، كل الكلام اللي بتكتبوه حتى بعضكم انا بشوف. فيا ريت. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم عن البيئات الطبيعيه. عندنا هنا اربع انواع من البيئات. هنختار نوع من الحيوانات اللي بتعيش في تلك البيئه الطبيعيه، ونقدم الدليل على كيف يستطيع هذا الحيوان التأقلم والتكيف مع تلك البيئة. تمام؟ اللي عايز يتكلم يرفع ايده، وبنظام يا أبطال عشان نسمع بعضينا. تمام؟ أشكركم. نبدأ كده. محمد إسماعيل اتفضل. يا محمد لو اخترنا الحيوان كده مثلا بيعيش في الغابات الاستوائية، ها؟ نختار مين مثلا كده؟ القرد. محمد اسماعيل اتفضل. يا محمد القرد. علي صوتك يا محمد. القرد. القرد يعيش في الغابات الاستوائيه. ممكن تقول لي كده يا محمد الغابات الاستوائيه دي بماذا يتميز الطقس بتاعها؟ حار وتحت الامطار يوميا تقريبا. صوتك واطي يا محمد شويه، ممكن تعلي صوتك؟ حار وتحت أمطار يوميا تقريبا. ممتاز. في أمطار تقريبا يومية، وجو إيه؟ دافئ، مش هنقول حار بقى، جو إيه؟ دافئ. دافئ. شكرا ليك يا بطل. طيب تعال نشوف بقى إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للقرد عشان يتأقلم مع تلك البيئة. ارفع ايدك يا بطل كده انت. هو نشوف زميلنا مين. ناخد حمزه جلال. اتفضل يا حمزه. نعم يا مستر. الصوره ظاهره ولا مش ظاهره كده؟ لا ظاهره. طيب يلا اتفضل يا حمزه. القرد بيغش في الغابات الاستوائيه زي ما زميلنا قال محمد اسماعيل. قال ان الطقس في الغابات الاستوائيه ايوه بيكون دافئ وممطر تقريبا كل ايه؟ كل يوم. ما هي الدليل على تكيف القرد في تلك البيئة؟ يمتلك القرد أطرافا طويلة وقوية تساعده على عبر أشجار. خلاص ده دوري. التسلق عبر أشجار الغابات المطيرة. شكرا ليك يا بطل. نسمع الكلام دوت تاني من مين؟ زميلنا براء. فاتحين المايك. فاتح المايك ليه يا براء؟ محمد اسماعيل فاتح ليه؟ نرجع نقول الصوت، نرجع نقول الصوره. اتفضل يا براء. لما اقول لك اتكلم اتكلم يا حبيبي. يلا اتفضل. اتفضل يلا يا بطل. الصوره واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه. طب يلا يا بطل ممكن تقول لي كده القرد ايه؟ يمتلك القرد اطراف طويله تساعده على التسلق عبر اشجار الغابات المطيره. تمام. بيئات قطبيه. طيب انا مش عارف الشاشه عندي. ثانية واحدة كده. شغالة. شغالة الشاشة؟ أيوة هي حلوة شغالة أهو. طيب إيه اللي حصل؟ ثانية واحدة. خلق الأمر.
طيب تعال مع بعض كده نتكلم عن الدب القطبي. بيسكن دي فين؟ بيسكن فين يا بطل؟ في البيئة القطبية. في البيئة القطبية. البيئة القطبية دي بتتميز بإيه يا براء بقى؟ الجو بتاعها عامل إزاي؟ بالبرودة. برودة شديدة أثناء نين؟ برد. ويغطي الإيه؟ الثلج. خلينا كده على البيئة القطبية. ويغطي أنشطة. اتكلم يا بطل، اتفضل يا براء. انا مع براء دلوقتي. مستر اتفضل يا براء. مستر سامعك يا براء، اتفضل اتكلم. تفضل يا براء، اتكلم يا براء. يا بابا اتكلم حبيبي. الدب القطبي بيعيش في البيئة القطبية، ودي الطقس بتاعها بيكون ايه؟ شديد الايه؟ البرودة. البرودة. طيب شديد البرودة. ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه بقى؟ تكيفات للدب القطبي ليعيش في تلك البيئة القارصة البرودة. لديه فرو كثيف يحمي من البرد الشتاء. ممتاز يا بطل، شكرا ليك. في المايك يبقى الدب القطبي ربنا سبحانه وتعالى هيئه اللي هو يعيش في البيئه القطبيه دي الشديده البروده، فربنا عطاه فرو كثيف. الفراء اللي هو الجزء اللي فوق الجسم بتاعه دوت بيكون لونه ابيض كده كثيف، وبيحميه من برد الشتاء وايه والبروده الشديده، كما ان لديه طبقه من الدهن اسفل الجلد، ودي تعمل حمايه وتمثل دفء وتعطي دفء للايه للحيوان. اشكرك يا بطل. هو في الجليد هو مش بتطلع الشمس تنشفه؟ بتطلع الشمس بس بتطلع لفترات قصيرة، وبتكون يعني غير مؤثرة في الجليد، بيحصل ذوبان للجليد على فترات طويلة جدا يعني. تمام. طبعا مع تأثر العالم بالتلوث البيئي اللي بيحصل، بدأ الجليد يذوب في القطبين الشمالي والجنوبي، ده بيؤدي إلى فيضانات ويؤدي إلى مشاكل كبيرة، ذوبان الجليد نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، بنسميه حاجة الاحتباس الحراري، لسه إن شاء الله هنتكلم عليها. الاحتباس الحراري دوت هو اللي بيؤدي إلى ذوبان البيئة الجليد في البيئة القطبية. تمام؟ هنتعرف على مشاكل البيئة دي بعدين. تعالوا مع بعض نتعرف عن نوع تاني من الحيوانات بيعيش في المراعي الطبيعية. مين يقدر يقول لي إيه بعد كده اللي بيعيش في المراعي الطبيعية؟ ونسمع زميلنا. نرفع ايدينا يا اخوان، محدش يفتح المايك بدون اذن، محدش يفتح المايك بدون اذن. عبد الرحمن احمد، فضل عبد الرحمن، تعال نتعرف على يلا عبد الرحمن. عبد الرحمن الاسود. هنقول الاسود يا مستر. ثانية واحدة. هنقول الاسود. تمام. بتعيش في المراعي الطبيعية. تمام. الأسود دي قدرة ازاي تتكيف في المراعي الطبيعية؟ إنهم قادرون على الحصول على الماء والطعام حتى عندما يتوفر قليل من أيام في أيام الجفاف. تمام. يبقى لهم قدرة على التحمل وعلى البحث عن الطعام والماء حتى عند وجود أيام في الجفاف في المراعي الطبيعية. شكرا ليك يا بطل. وناخد مين تاني رفع ايدين من الشطار الأبطال؟ ناخد أحمد عصام. ممكن نسمع أحمد عصام كده؟ نعم. هنا بطل في الأراضي الرطبة عندنا حيوان كده بيعيش في الأراضي الرطبة لا فيها فيها ماء يعني. المقصود بأراضي الرطبة دي يا بطل تعرف؟ أراضي الرطبة يعني الحاجات اللي فيها مياه. ممتاز. ماء ويابسة، ماء ويابسة أو ماء والأرض يعني. السلحفاة ديت ربنا سبحانه وتعالى خلق لها بعض التكيفات اللي بتأهلها لها تعيش في البيئة الرطبة. زي إيه بقى كده؟ ممكن تقرأ؟ لديهم تكيفات فيزيائية
هي خاصة بيئية خاصة للبقاء على قيد الحياة، لأن الموطن عبارة عن مزيج بين الأرض والمياه. يبقى السلحفاة ربنا خلاها بتكيفات خاصة اللي هي بتقدر تعيش. احنا قلنا دي من البراميات ولا من الطيور؟ السلحفاة دي تبع ايه؟ فيزيزيات. لا، السلحفاة ديت من تبع حاجة اسمها البرمائيات. يبقى السلحفاة تبع البرمائيات. يعني كلمة برمائيات يعني بتعيش جزء من الحياة. ممكن نقفل المايك وانا بتكلم؟ يعني وانا بتكلم اقفل المايك عشان كله يسمع. البرمائيات دي عبارة عن حيوانات بتعيش جزء من حياتها في الماء وجزء آخر من حياتها على الأرض أو اليابس. طب نسمع محمد إسماعيل، اتفضل يا محمد، عايز تقول إيه؟ مستر، في مراعي طبيعية معتدلة وفي مراعي طبيعية استوائية. ما شاء الله عليك. مراعي طبيعية استوائية حار طوال العام، ومراعي طبيعية معتدلة حار صيفا وبارد شتاء. ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك دكتور محمد. محمد بيقرأ مظبوط وبيذاكر تمام وبيعتني بالواجبات. الناس طبعا بتبعت لي واجبات، انا بشكرها جدا. بحس هو بشكر اولياء امورهم على الاهتمام بالواجب وإرسال الواجب بطريقة يعني جيدة وممتازة في الإجابة. أشكركم، أشكرك يا مستر. محمد. الواجب اللي انت تبعته ده بيتطبع وانت بتحله بالقلم كده؟ لا، الواجب انت اللي ببعته لك. لو انت عندك الكتاب بتحله، بتصوره لي وتبعته على الخاص، انا بتفرج عليه بشوفه بقراه كله وبقول لك طب لو في اي ملاحظة بكتب لك عليه. تمام مستر، ممكن اروح الحمام؟ روح حبيبي، روح روح، يلا اتفضل. طيب تعالوا مع بعض يا ابطال بقى كده، بعد ما اتعرفنا ما عن خليش حد في الشات، عشان لو حد كتب في الشات كتير الصوت هيقطع والصورة هتبوظ. شكرا ليك يا حمزة. تعالوا مع بعض يا ابطال كده نشوف. الخرائط، ثانية واحدة. ثانية واحدة بس عشان في مشكلة في ال مستر. ينفع اخش الحمام؟ روح حبيبي اتفضل. ثواني ابطال بس كده، في ايوه يا ابطال،
معايا؟ معاكم. الشاشة كده ظهرت ولا لسه في مشكلة في الشاشة؟ لا مفيش حاجة موجودة. طب ثانية واحدة برضو. أيوة يا مستر لسه مفيش. طيب ثانية واحدة، حاضر. طب كده ظهرت ولا لسه؟ لا لسه. ظهرت. ظهرت الشاشة؟ أيوة يا مستر ظهرت الشاشة. طيب الحمد لله رب العالمين. دلوقتي بيقول لي ماذا نتعلم من الخريطة؟ حد يعرف يقول لي ايه الخريطة دي بنعمل بيها ايه؟ أنا عارفة. اتفضل يا بطل. الخريطة دي مثلا لو أنت مش عارف المكان اللي أنت عاوز تروحه ممكن تكب الخريطة وتشوف أنت عاوز تروح فين وتروح بيها. تمام، يبقى الخرائط دي تستخدم أداة للتعرف على الأماكن بدقة، صح كده؟ طيب لاحظ إن على الخريطة كده في ماشي وتايه مش عارف هو فين، يكتب الخريطة ولا عارف هو فين. تمام، أشكرك يا بطل يا براء. طيب لو احنا بلاحظنا كده أبطال أسفل الخريطة، ناخد عبد الرحمن. عبد الرحمن أحمد، ممكن تقول لي أسفل الخريطة إيه اللي موجود تحت ده؟ الموجود هنا جايب البوصلة شرق غرب. البوصلة، صح كده، ممتاز. البوصلة دي أداة بتعرفني إيه يا بطل؟ الاتجاهات ما شاء الله عليك. ممكن تقول لي الاتجاهات الأصلية الأربعة؟ غرب شمال جنوب. مين اللي رد معايا؟ اللي بيتكلم مين معايا دلوقتي؟ مش عبد عبد الرحمن. الرحمن شكرا لك، ممتاز يا عبد الرحمن. الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، ممتاز، دي الجهات الأصلية. طيب تعال نبص على الخريطة الأولى دي، يا ترى الخريطة الأولى دي لبيئة إيه؟ شوف كده في هنا مجموعة من الحيوانات، وها دي يعتبر إيه؟ خريطة الإيه دي؟ هنسمع زميلنا كده حمزة جلال، اتفضل يا حمزة. حمزة جلال، طيب نسمع زميلنا سيف سمري، اتفضل يا سيف. دي يا مستر حديقة حيوان. ممتاز يا بطل. طيب الصورة الخريطة الثانية، ممكن تقول لي دي الخريطة دي مشهورة قوي، دي بتاعت مين دي بقى؟ دي بتاعت مصر. ممتاز ما شاء الله عليك، ممتاز، دي خريطة مصر، ممتاز يا بطل. لازم كلنا نكون عارفين زي سيف سمري كده إن دي خريطة جمهورية مصر العربية. تمام، تعالوا مع بعض كده نستكشف ماذا يوجد على خريطة مصر، ونشوف مين زميلنا كده. مستر معلش يا مستر سمعتك يا مستر، بس أنا مستر في الحمام. طيب كنت في الحمام. طيب يا حبيبي. مستر مستر اتفضل. كيف مستر تورينا فيديو عبارة عن البلد بتاعت مصر اللي هي الخريطة بتاعت مصر؟ كيف تورينا فيديو عنها؟ ان شاء الله، بس مش النهارده عشان ايه ما وعدتكوش برضه اللي النهارده فيه فيديو، لان ايه عندنا حد دروس كتيره، فان شاء الله هجهز لكم فيديو عن مصر. طبعا في مصر الخرائط دي عشان نتكلم عنها موضوع كبير جدا، لان الخريطه بتشمل تضاريس كتيره، بتشمل جبال محيطات وبحار. ها طيب تعال نتكلم عن مصر، خريطه مصر بالتحديد كده، ايه اللي احنا شايفينه عليها ده؟ ايه الشكل اللي هو اللي ماشي ده كده؟ حد يقدر يقول لي ما هذا؟ انا بس انا اللي عايز يتكلم يرفع ايده سنه ثالثه عشان ننظم الحوار. عمر محمد، اتفضل يا عمر. ان الاخضر ده مستر الاعشاب، الاعشاب، اما الخط اللي انت بتقول عليه ده اللي هو نهر النيل. ما شاء الله عليك، نهر النيل. طيب الجزء اللي فوق ده نسميه ايه؟ طيب مين شاطر يقول لي؟ حد يعرف؟ اسكندريه. انا لسه اسكندريه. كده هعمل كده واقفل واقول للناس واحد واحد يتكلم، احنا مفيش نظام عندنا. محمد اسماعيل، اتفضل يا محمد. محمد اسماعيل، الجزء ده بيسمي ايه؟ الدلتا. الدلتا، ما شاء الله عليك، ما شاء الله.
وهنا بيجري وسط بيجري نهر النيل، تمام؟ لو احنا عارفين فيه فرعي رشيد ودمياط، تمام؟ طيب ممكن تقول لي الجزء ده ايه يا بطل؟ محمد اسماعيل ده اسمه ايه ده؟ صحراء. ممتاز، للصحراء. اشكرك يا بطل. ناخد زميلنا الثاني مين؟ عندي براء، اتفضل يا براء. براء طيب ماشي. نكمل هنا طبعا دوت البحر الاحمر، تمام؟ وهنا الحدود مصر الجنوبيه، ودي هنا من الشمال بيحدها البحر المتوسط، تمام؟ ودي الصحراء الشرقيه وهنا الصحراء الغربيه. بعد كده هنتعرف على خريطه، دي خريطه مين يا ابطال؟ انا عايز افتح للناس بس محدش يتكلم لو سمحتوا بدون اذن، لو سمحتوا ممنوع الكلام بدون اذن. وناخد عمر خطاب، دي خريطه ايه يا عمر يا خطاب؟ عمر اتفضل يا عمر. عمر خطاب طيب عمر مش معانا. احمد عصام مكاوي، ثانيه واحده يا براء. احمد عصام مكاوي، طيب عبد الرحمن، احمد اتفضل يا عبد الرحمن. دي خريطه ايه يا بطل؟ دي خريطه مصر، جمهوريه مصر العربيه، وتعرفنا عليها. دي خريطه مين؟ العالم. ممتاز يا بطل، في مجموعه من الالوان فيها. تعال نتعرف مع بعض عن نعم. في أستر عندنا في كتاب اكتشف في صفحة 154 زي الخرائط عندك، الخرائط الحديقة الحيوان وخريطة الطقس. ده كتاب المدرسة. طيب تعال بقى نتعرف، تعال نتعرف مع بعض ماذا نتعلم من تلك الخرائط. يلا نسمع محمد اسماعيل، اتفضل يا محمد. محمد اسماعيل، تذكر اولا ان الخريطه هي نموذج مسطح مكان للمكان. شكرا لك يا محمد. وناخد معانا بعد كده براء. معاك يا مستر، اتفضل يمثل. يمثل اللون الأزرق، يمثل اللون الأزرق الموجود على خريطة الماء، وكل الألوان الأخرى تمثل الأرض، يمكنهم رؤية المحيط، محيط البحر الكبير جدا مثل باللون الأزرق. هذه المساحات كبيرة من الأرض ممثلة بالألوان المختلفة تسمى القارات. القارات عبارة عن ايه يا بطل؟ مساحة كبيرة، مساحة كبيرة للغاية من الأراضي المتصلة التي تشمل العديد من البلدان. ونحن نعيش الآن في آسيا. احنا الآن بنعيش في احنا بنعيش في قارة آسيا يا أبطال. محدش يفتح المايك لو سمحت. وتعالوا مع بعض نشوف خريطة العالم كده، فيها مجموعة من الألوان كل لون بيمثل حاجة. تعالوا مع بعض كده نشوف اللون الأول. اللون الأزرق ده بيمثل المسطحات المائية، اللون الأزرق الموجود ده بيمثل المسطحات المائية، سواء كان محيطات، طبعا دي معظمها محيطات، كل دوت اللون الازرق الفاتح ده محيطات، شايفينه؟ في عندي كام محيط؟ ممتازين، خمس محيطات. طيب تعال بقى كده نشوف اللون دوت يا ترى بيمثل ايه؟ مين يقول لي دي بيمثل ايه؟ ها؟ نشوف كده زميلنا حمزه جلال، اتفضل يا حمزه. انا شايف الشات بتاع الناس كلها، يعني عيب لما اقول واحد بيقول لي ايه الثاني وعيب. نعم،
انا شايف كل الكلام بيتشات ومين بيقول لمين، اقول ولا بلاش اقول؟ كلام ما يتقالش يعني. قول قول ما اقولش حاجه عشان الشطر. مش انت بس، في ناس كاتبه على الشات ومنشغل عن الحصه، انتوا حرين. اتفضل. الجزء الاصفر ده بيمثل ايه؟ او البرتقالي ده؟ الجزء البرتقالي ده بيمثل بيمثل قاره امريكا الجنوبيه. شكرا ليك يا بطل. ونشوف واحد تاني مننا، ناخد براء. اتفضل يا براء. اللون دوت اللي هو البنك ده تقريبا بيمثل قاره ايه يا بطل؟ اللون ده بيمثل امريكا الجنوبيه. مش معايا دلوقتي اللون دوت، خليك معايا هنا. اللون البامبا دوت بيمثل لون ايه؟ بيمثل قاره ايه؟ افريقيا. افريقيا. احنا قلنا عندنا سبع قارات، سبع ايه؟ اولا اخذنا دي القاره الامريكيه الجنوبيه، امريكا الجنوبيه، ودي قاره افريقيا اللي هو باللون الموف ده. طيب اللون اللي هو الرصاص اللي تحت ده، حد يعرف اسمها قارة ايه؟ نشوف زميلنا كده بسرعة. سيف سمري، اللي خلص كلام يقفل المايك. سيف سمري اتفضل يا سيف. نعم يا مستر. ايه قارة ايه اللي هي باللون الرصاصي دي اللي هو الرمادي ده يعني؟ دي القاهرة يا مستر. القاهرة. القاهرة ايه؟ القاهرة. لا يا حبيبي، دي القارة. القارة القطبية الجنوبية. ممتازة، القارة القطبية الجنوبية. طيب اللي باللون الموف ده كبيرة قوي، دي أكبر واحدة صح كده ولا لأ؟ يا ترى دي قارة إيه اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي؟ قارة إيه؟ آسيا. آسيا. ممتازين، قارة آسيا. ودي أكبر قارة فين في العالم؟ قارة آسيا. مصر. أمال قارة القاهرة لنا إيه؟ في حاجة اسمها قارة القاهرة. إحنا مصر دي بلد في افريقيا، ادي افريقيا، شاف افريقيا، شاف المؤشر، دي قاره افريقيا اللي فيها مصر. مستر ديت مش المفروض يا مستر افريقيا هي اللون البرتقالي في الكتاب الخارجي؟ لا لا يا حبيبي، اللي باللون البامبا الكتاب الخارجي يا مستر. خليك معايا لو سمحت، اقفل المايك واسمع عشان خلاص ما عادش فيه غير ثلاث دقائق. دي قاره افريقيا، ديت قاره امريكا الجنوبيه، أكبر واحدة دي قارة آسيا اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي اللي فيها المملكة العربية السعودية. طيب اللي باللون الأصفر ده، محدش يتكلم بدون إذن. مفيش فايدة في ثالثة، مفيش فايدة في ثالثة أبداً. والله تعبت معاكم. طيب ناخد عبد الرحمن أحمد، اتفضل عبد الرحمن. اللي هقول له يفتح يفتح بقى كده. أنتوا بتتكلموا عشوائي. اللي باللون الأصفر قارة إيه يا بطل؟ تعرف؟ مستر ممكن اللي باللون الاصفر ده قارة ايه؟ اوروبا. اوروبا. اشكرك يا بطل. ناخد من واحد تاني كده. شكرا ليك. ناخد فين محمد اسماعيل؟ اتفضل يا محمد. يا ترى باللون الاخضر دي قارة ايه يا محمد؟ اللي باللون الاصفر ديت البرتقالي يعني كانت قارة امريكا الجنوبية، يبقى اللي فوق امريكا الايه؟ عمل الشمالية. اللي باللون الأخضر قارة إيه؟ قارة أمريكا الشمالية. ممتاز، قارة أمريكا الشمالية، يبقى أمريكا الجنوبية وفي أمريكا الشمالية، ودي قارة قلنا إيه نسيت أنا، قارة دي إيه؟ أوروبا. أوروبا. أكبر واحدة دي قارة إيه؟ آسيا. واللون الموف دي قارة إيه؟ أفريقيا. في قارة صغنونة خالص كده صغيرة جدا اسمها قارة ايه يا عمر يا خطاب بقى؟ عمر خطاب. مستر. ايوه اتفضل. مش صح قارة افريقيا اللي فيها مصر؟ ايوه صح كده اللي فيها مصر. يلا عمر خطاب كده، القارة الأخيرة دي قارة ايه يا بطل؟ اللي أصغر قارة في قارة أمريكا الشمالية. لا اقرا كده لتحت، اصغر واحده شايفها، شايف المؤشر بتاع السهم على الخريطه؟ قاره استراليا. استراليا. ودي تعتبر اصغر قاره في العالم، اصغر قاره فين؟ في العالم. يبقى احنا اتعرفنا النهارده على قارات العالم. كم قاره عندنا؟ حد يقدر يعدهم لي؟ واحد اثنين ثلاثه، كام؟
سبعة صح؟ ثمانية 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 يا مستر، ثمانية. لا هم سبعة بس بسرعة عشان عندنا دقيقة واحدة. أدي قارة أوروبا، أدي قارة آسيا، قارة إفريقيا، أستراليا، قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. تعالوا بقى مع بعض كده.